أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التدريب الثاني، دوسری مشق، هاتي جملا كما في المثال، وكلا جملة لائے جیسا کہ مثال میں ہے. أريد شقة من فضلك، میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں، برائے مہربانی میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں. اس لئے ہم نے جملہ بنانا ہے سب کے ساتھ. أريد فائل ہو گیا اور شقہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. هات جملا كما في المثال. المثال: أريد شقة من فضلك. التدريب: أريد ثلاجة من فضلك. أريد سجادة من فضلك. أريد ستارة من فضلك. أريد مرآة من فضلك. أريد أريكة من فضلك. مس ريهانا. جي سر، السلام عليكم. وعليكم السلام. مثال پڑھیں. أريد شك أريد شقة من فضلك. شقة. أريد شقة من فضلك. أريد ثلاجة من فضلك. أريد سجادة من فضلك. أريد ستارة من فضلك. أريد مرآة من فضلك. أريد أريكة من فضلك. تدريب الثالث، تیسری مثال اور تیسری ایکسرسائز، تبادل السؤال والجواب مع زميلك. سوال اور جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ، كما في المثال، جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے. المثال: الطالب الاول، پہلا اسٹوڈنٹ، هل تسكن في بيت، کیا آپ گھر میں رہتے ہو. الطالب الثانی، دوسرا اسٹوڈنٹ، لا اسكن في شقه، نہیں میں تو ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. تو ہم نے اس طرح تصویروں کے حساب سے ڈائلاگ کرنا ہے. التدريب الثالث: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. التدريب: هل تسكن في شقة؟ لا، أسكن في بيت. هل تسكن في حي الجامعة؟ لا، أسكن في حي المطار. هل تسكن في مكة؟ لا، أسكن في المدينة. هل تسكن في المدينة؟ لا، أسكن في مكة. فلها رزاق وجي. يا سار، فلها آپ فرسٹ سٹوڈنٹ ہیں، وجی آپ سیکنڈ سٹوڈنٹ ہیں. مثال پر هل تسكن في بيت؟
لا أسكن في شقة. هل تسكن شقة؟ اب یہ وجیہ خاتون ہے تو بہتر ہے هل تسكنين في شقة. اوکے هل تسكنين في شقة جواب لا أسكنين في بيت. آپ نے اسکنو ہی کہنا ہے ٹھیک ہے جو فرسٹ پرسن کا ضمیر ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے لا اسکنو فی بیت هل تسكنين هي الجامعة؟ فی حی الجامعہ في هي الجامعة. لا أسكن حي المطار. فی حی المطار هل تسكنين في مكة؟ لا أسكن في المدينة. هل تسكنين في المدينة؟ لا أسكن في مكة. التدريب الرابع چوتھی ایکسرسائز تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال سوال والجواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے مثال میں ہمیں غرفة النوم نظر آ رہا ہے بیڈ روم ستارہ پردے نظر آ رہے ہیں ماذا تريد لي غرفة النوم آپ بیڈ روم کے لیے کیا چاہتے ہو اريد ستارہ میں ایک پردہ چاہتا ہوں التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة التدريب ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا بسم الله خاب بنت مشتاق مجھے استاد محترم آفا سٹوڈنٹ ہے انعام ندوی سیکنڈ سٹوڈنٹ ہے ما ستريد لغرفة النوم أريد الستارة ماذا تريد في الغرفة في المطبخ للمطبخ أريد الثلاجة ماذا تريد لغرفة النوم أريد سريرا ماذا تريد لغرفة الحمام للحمام أريد سخانا ماذا تريد لغرفة الجلوس أريد سجادة ماذا تريد لغرفة الجلوس أريد أريكة
ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. تدريب الخامس پانچویں مشق تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے. المثال کم غرفة فی شقہ، اپارٹمنٹ میں کتنے کمرے ہیں؟ فی شقتی خمس غرف، اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں. فی ای دور الشقہ، اپارٹمنٹ کس منزل پر ہے؟ فی الدور الخامس، پانچویں منزل پر ہے. غرفن اس کی جمع ہے غرفتن کی؟ جی غرفہ کی جمع غرف. صحیح. تین سے لے کر دس تک جو مادود ہوتا ہے وہ جمع مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ جمع لگایا. صحیح. التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الخامس. التدريب كم غرفة في الشقة؟ في الشقة أربع غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الرابع. دوري نشقة اس کا بھی خیال رکھنا آپ لوگ. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة ثلاث غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثالث. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الثاني. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة أربع غرف. في أي دور الشقة؟ في الدور الأول. انوش اختر، انوش اختر عریشا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ فرسٹ اسٹوڈنٹ ہیں؟ خان. آپ سیکنڈ اسٹوڈنٹ ہیں؟ مثال پڑھ. کم غرفۃ فی شقہ؟ فی شقۃ خمس غرف. غرف. في أي دور شقة؟ دورين الشقة. دورين الشقة. في الدور الخامس. أبارتمنت میں کتنے کمرے ہیں؟ کیا سوال ہوگا؟ کم غرفة في الشقة. جواب في الشقة
أربع غرف. أوكي، في الشقة أربع غرف. أوكي. في أي دورين الشقة؟ في الدور دوري في الدور الرابع. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة ثلاث غرف. في أي دور شقة؟ دوري الشقة. في الدور الثلاث ث ث في الدور ثلاث الدور الثالث. في الدور الثالث كم غرفة في شقة؟ في شقتي خمس غرف. في أي دوران الشقة؟ في الدور الثاني. كم غرفة في شقة؟ غرفة. كم غرفة في شقة؟ في شقتي أربع غرف. في أي دورين الشقة؟ في الدور الأول. التدريب السادس چھٹی مشق ہاتھی جملن کا ما فی المثال جملے لائیں جیسا کہ دو مثالوں میں ہے المثال الاول پہلی مثال لدینا شقت جمیلہ ہمارے پاس ایک خوبصورت اپارٹمنٹ ہے لدینا بیت جمیل ہمارے پاس ایک خوبصورت گھر ہے مذکر منوط شقہ کے ساتھ مؤنث منوط شقہ کے ساتھ مؤنث نعت جمیلہ نظر آ رہی ہے جبکہ مذکر منوط جو بیت ہے اس کے ساتھ مذکر نعت جمیل نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے نعت اور منوط کا جنڈر سیم ہونا چاہیے اگر ایک مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر اگر ایک مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث صحیح التدريب السادس هات جملا كما في المثالين المثال الأول لدينا شقة جميلة المثال الثاني لدينا بيت جميل التدريب لدينا أثاث جميل لدينا أريكة جميلة لدينا فرن جميل لدينا سجادة جميلة لدينا سخان جميل لدينا غرفة جميلة عربی میں جس لفظ کے ساتھ یہ تا مربوطا ہو اس کو عموماً مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے مس مہک نادیا ناہید پروین جیسر السلام علیکم وعلیکم السلام مثال پڑھیں لدینا شقت جمیلہ لدینا بیت جمیلہ
بيت جميل. جميل. Next. تو لدينا شقة أساس. لدينا أساس جميل. اچھا لدينا أساس جميل. لدينا شقة الأريكة جميلة. الأريكة جميلة. لدينا شقة فرن. لدينا فرن جميل. اچھا لدينا فرن جميل. تو لدينا شقة فرن جميل. لدينا فرن جميل بس اور کچھ نہیں ہے. Next. لدينا شقة سجادة. لدينا سجادة جميلة. ہٹا دیں گے سر جی یہ شقة کو ہٹا دیں گے. ہاں جی شقة کو ہٹا کے وہ لفظ لکھنا جو تصویر میں لدينا سجادة جميلة. تو پھر ہوگا لدينا سخانا جميلة. جميل مذکر ہے تو مذکر کے ساتھ جميل لگتا ہے. جميلة جميل سوری. لدينا غرفة جميلة. لدينا غرفة جميل. غرفة جميلة مونس لفظ ہے. جميلة. ملخص التراکیب summary of the structure خلاصہ ہے ان چیزوں کا جو ابھی تک آپ نے پڑھی ہے. نادیہ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں سے. اريد ستارة اريكة. اريد ستارة. میں ایک پردہ چاہتا ہوں. اريد اريكا. اريد اريكا. اريد ثلاجة. اريد مرآة. اريد فرنا. اريد سخانا. مس ریحانہ جی سر. هل تسكنوا في البيت؟ تو یہاں سے لا تسکنو فی شقہ بولنا ہے بس خالی سوال پڑھنا ہے. هل تسکنو فی بیت کیا آپ گھر میں رہتے ہو. هل تسکنو فی البیت. هل تسکنو فی شقہ. هل تسکنو فی حیل مطار. هل تسکنو فی حیل جامعہ. طلحہ رزاق یس سر. نام اسکنو فی بیت. نام اسکنو فی شقہ. لا اسکنو فی حیل مطار. لا اسکنو فی حیل جامعہ. وجیہ فی الشقہ ثلاث. فی الشقہ اربع. في الشقتي ثلاث غرف. اپارٹمنٹ میں تین کمرے ہیں. في شقتي ثلاث غرف. في شقتي اربع غرف. في شقتي خمس غرف. زلیخا بنت مشتاق جی سر.
أريد شقة من فصلك. شقتم. أريد ست شقة من فصلك. أريد ستارة. منصوب ہو جائے گا استاد محترم؟ بالکل تمام یہی منصوب ہوتا ہے. جی صحیح. اريد ستار وتم من فصلك. اريد ارقتم ارقتن من فصلك. ارقتن من فصلك. اريكتن. اريكتن کیا ہے استاد محترم؟ اريكا کاؤچ. اوکے اوکے اوکے. أريد ثلاجة من فضلك. أريد سجادة من فضلك. إنام ندوي. الشقة في الدور الأول. الشقة. الشقة في الدور الأول. الشقة في الدور الثاني. الشقة في الدور الثالث. الشقة في الدور الرابع. الشقة في الدور الخامس. أنوشا أختر. السلام عليكم. وعليكم. كم غرفة في الشقة؟ كم ستارة في الشقة؟ كم حمام في الشقة؟ كم سجادة في الشقة؟ كم ثلاجة في الشقة؟ أريشا. لدينا بيت جميل. لدينا فرن جميل. لدينا سخان جميل. لدينا شقة جميلة. لدينا سجادة جميلة. لدينا غرفة جميلة. Next. أغلبي ختم كنا. أجي دور شقة. في أجي غرفة ثلاجة. في أجي بيت الغرفة. بيت نيل غرفة. غرفة نيل ثلاجة. دوري نشقة. في أي دوري نشقة. غرفة نيل ثلاجة. بيت نيل غرفة. اسكو کوئی اور سٹوڈنٹ بھی تو پڑھ لے. خان. جی سر. في أي دور شقة. في أي دور شقة. في أي غرفة ثلاجة. في أي غرفة ثلاجة. في بيت الغرفة. في أي بيت الغرفة. بيت نيل غرفة. اوكي بيت نيل غرفة. نون خود نہیں لگ جائے گا. جی جو تنوین ہوتی ہے وہ ہوتی نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد جب الف لام ہو تو ہم کسرہ پڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. کہ اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے تو ابھی پوچھ لیں. جی سر میرا سوال تھا, ہماری رات 8 بجے کی کلاس جو ہے کیا اس کا ٹائمنگ چینج ہو گیا ہے سر؟ نہیں ہوا ٹائم چینج. کل رات میں نہیں تھی سر کلاس. آپ نے شاید گروپ میں میسج نہیں دیکھا. وہ اس کا سوموار اور منگل کو حدیث کی کلاس ہوتی ہے. جی تو جو دوسرے دن رہیں گے بس ہفتے میں 2 دن کلاس رہیں گی سر اس کی. حدیث کی کلاس سوموار اور منگل, باقی عربی کی کلاس. تو کل لنک نہیں آئی تھی سر, میں نے بہت انتظار کیا تھا. گروپ میں ہم نے میسج بھیجا تھا کل. صحیح, شاید آپ کو ملا نہیں. نہیں سر جی ملا نہیں. مطلب جو گروپ میں ہم تھے. حدیث کا گروپ علیحدہ ہے. آپ میں سے جو گروپ میں شامل نہیں ہے وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے گروپ میں شامل ہو جائے. نمبر دیجیے نا سر پلیز. یہ نمبر سکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہی. اچھا سر ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
सर आपने कहा ना तनवीन के साथ कसरा, सर ये कैसे आपने बताया, तो ये बताएगा ये क्या यानी कैसे करेंगे? तनवीन का मतलब होता है नून सुकून। तनवीन का क्या मतलब है? क्या सर? तनवीन का मतलब होता है नून और सुकून, यानी कि नून के ऊपर एक सुकून लगा हुआ है, ये तनवीन का जी असल मतलब होता है। जी और जब सुकून के साथ अलिफ लाम आ जाए तो हम कसरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कसरा नून के साथ कसरा पढ़ते हैं, तो इसलिए हमने जी बैती नील पढ़ा, जी गुरफती नील पढ़ा, जी सलाजती नील पढ़ा। सही। जी जी शुक्रिया। नादिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? सर करिया करिया बेयीना बैत बैत बेयीना बैता बैजना بينة دار دار شهر قرية غر بيت بينة بينة بجنا بينة دار لا سبوت غر دار بينة كلا سبوت بينة ما ما شهر قرية دار غر دار ماء باني ماء بيت غر بيت باني ماء नाहिद परवीन। यस सर। आलमीन वलद वज कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला। आलमीन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? पर ये फर्स्ट वाला। बेयीना नहर साअ नहर फर्स्ट वाला ऑप्शन। नहर फर्स्ट वाला ये भी। साअ अहद फोर्थ वाला सर। साअ अहद फर्स्ट वाला। अहद बेयीना सर ये फर्स्ट होगा मेरे ख्याल से। बेयीना अच्छा फोर्थ होगा। अहद ये फोर्थ होगा सर। अहद नहर ये सेकंड होगा सर। नहर
ये वी फर्स्ट वाला होगा. सा जमीर बाद ये सेकंड वाला होगा सर. أحد جميل ثارد ولا سر. جميع نهر أي سكند أوبشن. نهر جميع جميع بينا ये होगा आपका सेकंड. بينا جميع सेकंड جميع इस स्टूडेंट का कोई सवाल. सर ये एक सवाल था मेरा. सर आप रात में कौन सी क्लास करवाते हैं किस चीज की? अरबिक की. वो तो एडवांस लेवल है. अच्छा. और वो क्लास होती है जी? वो अरबी की क्लास इंग्लिश लैंग्वेज में होती है. ओके सर. और उसका लेवल भी तो एडवांस है. इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी वक्त. मा सलामा.